السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح مع بعض تنزيل القمر بدر أو عرب سات بطريقة احترافية وسهلة تقدر من خلالها تنزل القمر في خطوات بسيطة جدا، وطريقة بتستخدمها ناس كتير متخصصة في مجال تركيب الأطباق والأقمار الصناعية. هنخش على التركيب في الضبط بتاعنا في المنيو، ونخش على التركيب زي ما حضراتكم شايفين كده. نفس طريقة النايل سات شرحتها قبل كده، ولكن حبيت أشرح طريقة نزول قنوات قمر بدر في حالة ما إذا اتمسحت القنوات كلها. ناس كتير سألتني عليها. نضغط على التركيب، وهندخل بردك هنا على ضبط الهوائي، هو الخاص بالأقمار كلها ضبط الهوائي. نضغط على ضبط الهوائي وبنلاقي فوق هنا القمر. لو أنا عندي قمرين نايل سات وبدر، بخش هنا نضغط بالريموت بتاعي على اوكي عشان يفتح لي الاقمار اللي عندي. انا حاليا واقف على النايل سات، هنزل على الاختيار الثاني اللي هو بدر، هضغط عليه، هنزل كده بالسهم لتحت، هيبقى واقف على القمر عرب سات. هضغط عليه ضغطه واحده كده، هيبتدي يجيب لي الضبط بتاع القمر كامل. يعني مش هعمل اي حاجه غير بس ان انا بختار القمر بتاعي مش اكتر. وبعدين ببتدي اضغط على الزرار الازرق بتاعي هنا الخاص بالبحث اللي هو هنا موجود عندي اهوت، بتاكد ان الاشاره تمام والجوده تمام، واضغط على الزرار الازرق كده بحيث ان انا اعمل عمليه البحث. بحث عن الشبكه، بقول له فتح البحث عن الشبكه، وبنزل هنا قنوات مجانيه، بختار بالاسهم يمين وشمال عشان اختار القنوات المجانيه، وبعدين انزل تحت كده على البحث الاوتوماتيكي واضغط على اوكي. هضغط على اوكي، هيبتدي يبحث معايا على القنوات الخاصه ببدر او عرب سات، وهتشوف اهو ابتدى ينزل معايا هنا القنوات. هيبتدي ينزل معايا القنوات، ابتدي هنا يعدي 7% وابتدي يعدي الثواني، هينزل لي كل القنوات، وهنرجع تاني بعد ما ينزل القنوات هنرجع تاني مع بعض. انتظروني وهرجع لكم تاني بعد نزول القنوات. زي ما شايفين كده خلاص اقترب على اهوت، ابتدى ينزل كل القنوات الموجوده على القمر. وبعدين بنعمل زي ما حضراتكم عارفين، بنعمل حفظ للكلام اللي احنا عملناه دوت. بضغط على حفظ نعم، بضغط على نعم، بيعمل لي عمليه حفظ للقنوات اللي انا نزلتها اهوت. يبتدي يجيب لي القنوات كلها بتاعت الخاصه بالقمر عرب سات او بدر. طيب انا دلوقتي بقى عندي امرين موجودين معايا على الريسيفر، عايز اخلي كل امر على حده. في زرار معايا موجود في الريموت اسمه سات، بضغط عليه كده وبيقول لي عندك دلوقتي امرين، امر نايل سات كده لو ضغطت عليه هيجيب لي قنوات النايل سات بس، وهم 683 نازلين عندي. ولو ضغطت عليه تاني كده وقلت عايز بدر بس، هيجيب لي قنوات بدر وهم 301 قناه، دي قنوات بدر بس. لو عايز الاثنين مع بعض بعمل لهم عمليه اختلاط مع بعض جميع الاقمار الصناعيه، بطلع الاختيار الاولاني بردك من الزرار اللي هو سات، واضغط عليه بحيث ان هو يدمج لي القنوات كلها مع بعض، يكون القمر نايل سات وعرب سات مع بعض، وبختار القنوات اللي انا عايزها. ممكن اصفي في القنوات واخلي القنوات اللي انا محتاجها بس يكون هو اللي شغال معايا. يبقى انا كده اهوت شغلنا قمر عرب سات وشغلنا القمر نايل سات، الاثنين شغالين مع بعض كده. ويا ريت يكون فيديو النهارده نال اعجابكم، وشكرا لحسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.